السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لنا قصتك يا أمي كده. حضرتك، أنا بقول لحضرتك، أنا ابني السنة دي كان في ثانوية عامة، هو عيد السنة، أنا كان بقول طالع علمي. السنة اللي فاتت. لا، علمي علوم. تمام. كان حضرتك السنة اللي فاتت عاد طبعا السنة على 6 مواد، السنة دي فوجئت إن هو جايب 42% وجايب 3 مواد. فطبعا حضرتك، انا بقول لحضرتك انا مدرسة، يعني كان بيجي بالراجع اللي هو بيعمله، بندونه في ورق وكده والكلام ده، يقول لي يا ماما انا هنقص مثلا 2 3، مش عارفة. اقول له ما فيش حاجة مشكلة بسيطة عادي، يعني. فعادي الدنيا هتمشي، ما فيش مشكلة، المهم ان انت واثق من اجابتك كده، يعني بهون عليه. وكان في بعض المواد كانت بتبقى صعبة وكده، زي الكيمياء، يعني احنا كنا خايفين من الكيمياء جدا، وكانوا قالوا ده صعبة. هو جه قال لي لا 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 ده كويسة. أقول له إزاي ده كله بيقول صعبة يا ابني؟ يقول لي لا يا ماما، هي عندي غلطة أو غلطتين. يجي ينجح على درجة النجاح، بس درجة النجاح ينجح فيها، والمواد اللي هو يعني مطمن منها حضرتك تطلع يبقى راسب فيها. يعني السنة اللي فاتت 6 مواد، والسنة دي طالع ب3 مواد نفس الدرجات بتاعت السنة اللي فاتت. طب طب إزاي؟ انت عايشه انت هو وباباه، ولا انت وايه؟ لا، انا وهو، انا المنفصله بقالي 12 سنه عن باباه، يعني انت اللي مسؤوله عن انا تربيته المسؤوله عنه. ودروسه وحاجته. بقول لحضرتك انا جالي حاجه كده، يعني معلش، في الرحم والكلام ده، فقعدت من شغلي، كانسر؟ قعدت يعني انت عندك فقعدت كانسر ورغم كده بتضحي عشان خاطر ابنك؟ قعدت حضرتك ادي بقى دروس في البيت على قد، انا مدرسه ابتدائي، ان انا اطلع مصاريف ابني. ايوه. اقسم بالله العظيم ما كان معايا فلوس اعمل تظلم. انا عملت شكاوي في الوزاره، حضرتك كنت منزل رقم بتاع بتاع الوزاره، مجلس الوزراء. فحضرتك انا هو ده اللي انا قدرت عليه، ان انا اتصل عملت شكوتين برقمين، وبعد كده اجي اتابع ما فيش حد بيرد عليا. لكن انا اروح اعمل تظلم ومصاريف وكده، انا هجيب منين؟ صعب. انا اقسم بالله العظيم يا استاذ اسامه، انا دلوقتي من ساعه ابني، من ساعه النتيجه، مش عايزه ابين له، يعني انا مش عايزه ابين له اللي حصل لي. ده ابتلاء يا أمي. نزلته والله العظيم، نزلته يشتغل في شغل، علشان قلت له خلاص احنا هنعيد السنة، مفيش اي مشكلة، بس انت هتنزل تشتغل، والقرش اللي هيطلع نشيله، والسنة الجاية ان شاء الله ربنا يكرمك وتنجح فيهم، ونخش اي جامعة بالفلوس. طب هو ده، يعني انا اعمل مع ايه؟ اخلي ابني مثلا يمشي في طريق تاني ولا اتجاه تاني؟ لا، انت كان نفسك يبقى حاجة وان شاء الله يبقى حاجة ويبقى سند ليك ان شاء الله بس ربنا يا بيبتليكي يا امي، ربنا بيبتليكي لا، الحمد ان انت لله على كل لوحدك شيء، يعني انا حمد ربنا والله العظيم يا مستر، يعني بس مش عارف، كان بس نفسي عاوزة حتى حقك، عاوزة حقك، كان عاوزة املي حتى يدخلوا حتى دور تاني، حتى مش نعيد سنة تالتة، يعني 3 سنين ثانوية مصاريف عامة وتعب ليه؟ وبهدلة و... ليه ليه يا مستر؟ ليه؟ عشان ايه؟ ونفس الدرجات ليه؟ يعني ابني محلش خالص، يعني مش متفوق، مش هقول متفوق، بس عمره ما سقط سنة، لا إله إلا الله. عمره ما ادور على الغش. كنت اقول له حتى في الشهادات، مثلا في الشهاده الاعداديه، طب ابصي حد زميلي، طب انا مش عايز حاجه، مش عايز حد، انا اطلع بمجهودي. لا إله إلا الله يا رب. ليه ليه نوصل لكده؟ ليه حتى نوصل ان احنا حتى معناش فلوس ان احنا نعمل تظلمات؟ اقسم بالله العظيم ما كان معايا فلوس اعمل تظلمات. لا إله إلا الله يا رب. طب احكي منهم لي بقى. لله بجد والله يا مستر، واكيد في حالات كتيره زيه، واكيد في ناس ما بتتكلمش، واكيد أنا ناس مش بسجل عارفه كل توصل الحالات لحد. دي والله عشان تبقى يشهد انا عليها عارفه والله يا التاريخ. مستر اسامه والله، بس انا أعمل عايزه إيه؟ افهم أعمل إيه؟ فين، يعني فين الناس المسؤوله؟ ما حدش سمع، اصل مش معقول كل الناس دي مش مظلومه، استحالة يعني، استحالة يعني مش يعني، معقول في حاجه غلط كتير بجد، كتير، في حاجة مش طبيعية. يعني مش معقول. يعني ممكن انا اقول ايه، ده انا مثلا بقول ده ابني عشان ابني مش عارفه ايه الكلام ده، هو ده انا ببلى مثلا، او الكلام ده، لا لا، مش انت او ابني لوحدك هو يعني. فاشل وانا بقول كده، او الكلام ده وعايز انجحه، لكن مش معقول كل الناس دي، مش معقول كل الطلاب دي، مش معقوله، مش، لا لا في استحالة حاجه استحالة. غلط. طب انت مطالبك ايه يا امي؟ انت لو انت دلوقتي عاوزة توصلي رسالة للرئيس او الوزير او المسؤولين، تطلبي ايه بما انك ام مريضة بكانسر وفي نفس الوقت مسؤولة عن تربية ابنك بقالك 12 سنة لوحدك ومفيش معاكي امكانيات تكملي حتى السنة اللي بعد كده، وابنك بيشتغل زي ما انت بتقولي بينزل يشتغل عشان اقسم بالله يساعدك؟ العظيم يا مستر اسامه، من ساعه النتيجه انا نزلته يشتغل،
علشان على اساس ان هو يشيل قرش للسنه الجايه، عيد الثلاث عيد السنه، ويبقى معانا قرش كده كده مش هيجيب مجموع. يعني يوم ما هينجح فيهم هيجيب كام؟ هو جايب 42 وجايب 3 مواد، يوم ما يجيب هيجيب كام؟ هيخش برضك حاجه انت بالفلوس عايزه تخلصي من الثانويه العامه عشان بس. مصاريفها وقرفها، وهو يشوف مستقبله ويشوف حياته ويبقى انت اديت وكل مهمتك. جنيه يعني مش عارفة والله. أنا بقول، أنا بتكلم بلسان أمهات كتير، يعني ممكن تلاقي حد بجد، ناس كتيرة مش لا أنا ناس لوحدي. كتير، ناس بعت الانبوبه عشان تعمل تظلم، وناس لبست نقاب وشحتت فمعلش، وحاجات طب ما احنا معانا اهو، احنا الناس معانا شهادة والظروف وظروف معانا زي مؤقته. الزفت، أمال الناس معلش الجهلة اللي نفسها تشوف ولادها تعمل ايه يا فندم؟ يعملوا ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. يمكن صوتنا يوصل، صوتنا يا وان شاء رب. الله صوتك اصل مش يوصل يا معقول رب. ما فيش حد، ازاي ما بس فيش حد ادعي بجد؟ ادعي ادعي يا ام، انت والله ام العظيم مبتلية والله، وربنا ربنا عز وجل ربنا اللي يعلم، والله بيسمعك ربنا اللي وبيسمعنا يعلم. والله، وانا هوصل صوتك على قد ما اقدر. وان شاء الله يا جماعة كل اللي بيسمعنا يشير الفيديو ده في اوسع مكان، علشان اللي زينا واللي زي امنا واللي زي دول ودول يا ودول رب ودول ياخدوا حقهم. وان شاء الله ان شاء يا الله رب يا ربنا رب يا عز وجل مستر قادر أسامة، على التغيير. يا رب. ونعم شكرا بالله، شكرا ونعم لك يا بالله. أمي، بالله عليك شكرا دعواتك لحضرتك، دعواتك. شكرا لحضرتك، مع شكرا، ألف مع سلامة. السلامة. سلام.